ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. طب هنا مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في متنه، إلا أن إسماعيل بن جعفر رواه عن أبي سهيل عن نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه سواء، وقال في آخره: أفلح وأبيه إن صدق. وهذه أعضاء يعني صارت مشكلة عند العلماء في هذا الباب، أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هو ابن عبد البر يقول: لو صحت فهي منسوخة. ابن عبد البر نفسه شززها، قال بأنها لفظة شاذة، وهذا الذي ندين الله به أنها ضعيفة لم تصح. نعم، ولأن المحكمات جاءت في النهي عن الحلف بغير الله جل في علاه. وقال أبو عمر: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا القاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أحمد بن أيوب، وحدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا علي بن حجر، قال جميعا أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، ولم ينسبه في حديث علي بن حجر، وإنما قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا يعني. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال: صيام شهر رمضان، إلا أن تطوع. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا غيره. شوف، قسم على عدم التقرب بالمستحبات. نعم، ولا أنتقص مما فرض الله علي شيئا. فقال: أفلح وأبي إن صدق أو دخل الجنة وإن صدق. قال أبو عمر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديث أبي طلحة بن عبيد الله هذا من حديث أنس ومن حديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأتم ألفاظ وأكمل معاني، وفيها ذكر الحج، وإن كان بعض الملكية يقولون أن الحج ما كان افترض في هذا العام، وصح أنه افترض وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحديث فيه مسائل حتى لا نكثر من الأسانيد والوقت معنا عشان المغني، يعني الحديث فيه مسائل. أولها قال جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. هذا اختصار حديث. هذه الروايات جاء أنه قال: إني من بني بكر سعد اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإني سائلك ومشدد عليك. ولما دخل قال: أين محمد ابن عبد الله، ما قال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: ها أنا قد أجبتك. يقول: إني سائلك ومشدد عليك. فيقول: سل ما شئت. فدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين، في الجلوس بين أصحابه ولا يعرف، قال: أين محمد؟ مش معروفه، يبقى مش مميز. لذلك هم بعد ذلك جعلوا له عريشا حتى يعرفه الناس. فدخل هو بين أصحاب: أين محمد بن عبد الله؟ والأمر الثاني أيضا قال: إني سألك ومشد عليك. قال: سأل ما شئت. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له، وطبعا كان ثائر الرأس له دوي صوتي، والنبي صلى الله عليه وسلم ثائر رأس النبي، قال: من كان له شعر فليش فليكرمه. العلامة المحدث: ما رأينا النبي أنكر عليه، وما أعرف في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وهو ثائر رأس. أو أحد يأتينا برواية أنه أنكر عليه.
الحقيقة هنا الرجل جاء يسعى للإسلام، وتقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. تقديم الأهم على المهم واجب، كما مر على المرأة التي كانت في القبر في المقابر وقال لها اتق الله وصبري، تسخط على قدر الله، لم يقل لها بأزالة القبر حرام. كل شيء هنا طالما تزحمت المصالح، المهمة الأكبر هي التي تقدم. نعم، ثائر، هو ثائر الرأس. الهيئة ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذباب ذباب ذباب. ولا نفقه ما يقول حتى دنا. فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله خمس صلوات في اليوم والليلة، سأل عن الإسلام. وهذه كما قلنا نشوف هنا البلاغة في هذا الباب، لما سأل أجاب بإيش؟ بالركن، أجاب بالأركان. سأل عن الإسلام، ما قال الإسلام أن تستسلم لله وأن الإسلام شرائع، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الشاهد في الكلام عن الصلاة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. ففيها في قول خمس صلوات في اليوم والليلة فيها دلالة واضحة جدا أن أنه لا واجبات في الصلاة إلا الخمس، لأنه لما قال والحصر هنا موجود، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ممكن يقال أنه بعد ذلك سيأتي إيش؟ سيوحى إليه بما يجب. لا، هنا فصل الخطاب أنه قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. يبقى خلى الخمس صلوات إيش؟ تطوعا، الا في حاله واحده، ايش هي؟ يصير الا في حاله النذر يا شيخ، صلاه العيدين. يعني انت شافعي ولا انت شغال ايه؟ انت حنبلي دلوقتي؟ انا اضرب في الوتر المفروض تبعا. شوف 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 الراجل المعلم الكبير، ما جاء ضمنا، ما جاء. شوف الراجل الكبير مستني، شوف فرحان ازاي، بص بالله شوف. ما جاء ضمنا، ما جاء تبعا. نعم، والتابع تابع في هذا، لكن استقلالية الفرضية في الخمس صلوات في اليوم والليلة فقط. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله يعني ما كان تابعا لشيء لغيره، ما جاء أصالة كركعتي الطواف، مقصودة لذاتها أم لغيرها؟ جاءت تابعا ولا جاءت أصلا تابعا؟ خلاص. قال وصيام شهر رمضان هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله الزكاة، وفي رواية ذكر له الحج. والحج المسألة اللي فيها اللي اختلف فيها العلماء، هو الحج على الفور أو على التراخي؟ قولنا عند الشافعية عند المالكية والشافعية طبعا المذهب الأصيل أنه على التراخي، والصحيح أن الحج على الفور، الحج على الفور. والأمر عظيم، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عمر بن الخطاب من ملك زادا والراحلة ثم لم يحج فلا عليه مات نصرانيا أو يهوديا. مسألة عظيمة في هذا الباب، المسألة عظيمة. وأيضا الأمر ظاهره الوجوب والفورية، وده أصلا أصول الشافعية أن الأمر على الفور، لكن الشافعي بيقول هو على التراخي لأنها شرعت أو فرض الحج سنة 6 ولم يحج إلا سنة 10، قال 4 سنوات. فالحنابلة قالوا هذا خطأ، لكنه إيش بسرعة في السنة التاسعة والنبي ماشي فرد في السنة التاسعة والنبي ممتاز الذي عطله في هذا العام وأمر أبا بكر من أجل وجود أو الوفود. بس هذا إجمالا أجملناه من أجل ألا نطيل عليكم وندخل على المغني، نأخذ مسائل وبعدين نكمل المناسك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.